السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. هذا الفيديو داوي مع تلاميذ وتلميذات البكالوريا المقبلين على الامتحان الوطني. أكيد أنكم مرونين تالفين وما عارفينش أش داخل في الامتحان وأش ما داخلش. خليكم معايا باش تعرفوا فوقاش غادي يخرج هذا الإطار المرجعي اللي غادي يخليكم تحفظوا ولا تراجعوا وانتم مرتاحين وعارفين اش داخل في الامتحان واش ما داخلش. اذا الفيديو ديال اليوم بعنوان موعد صدور الاطار المرجعي الخاص بامتحانات البكالوريا، يعني الدروس اللي داخله في الامتحان واللي ما داخله. اذا دائما الفيديو برعايه قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، دمكم معايا. في هذا الصدد أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على أنه سيتم اعتماد الدروس التي تم إنجازها حضوريا إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة أي 14 مارس 2020، يعني الفترة ما قبل بداية الحجر الصحي. يعني الوزير قال في مجموعة من الخرجات الإعلامية ومجموعة من البلاغات ديال الوزارة بأنه الوزارة غادي تعتمد في الامتحان الدروس اللي تم الإنجاز ديالهم في القسم قبل من 14 مارس. وقال أيضا بأنه سيتم إصدار إطار مرجعي خاص بامتحانات البكالوريا دورة يوليوز 2020 لكي لا يكون هناك تفاوت ما بين جهات المملكة. إذا وقال بأنه الوزارة غادي تخرج واحد الإطار مرجعي خاص بامتحانات البكالوريا ديال دورة يوليوز 2020، يعني هاد العام في الدورة ديال يوليوز 2020 ما يمكن لهمش يستعملوا الأطر المرجعية ديال الأعوام السابقة. لماذا؟ لأن الأعوام السابقة كانوا كيدوزوا التلاميذ الدروس كاملة، يعني في العام كامل، أما هذا العام هي دورة استثنائية، يعني التلاميذ غادي يدوزوا فقط في الدروس اللي تم إنجازها حضوريا. يعني الوزارة غادي تخرج واحد الإطار مرجعي خاص بهاد الامتحانات ديال هذا العام. فوقاش غادي يخرجوا هذا الإطار المرجعي؟ هادشي اللي غادي نعرفوه، بقى معايا. الإطار المرجعي كما كنعرفوه هو واحد الأداة منهجية وطنية تضبط المضامين والمحتويات الدراسية المقررة في الامتحانات. إذن هذا الإطار المرجعي أو الأطر المرجعية ديال كل مادة هي واحد الأداة منهجية اللي كتضبط لنا المضامين. كيفاش كتضبط لنا المضامين؟ مثلا عندي واحد المادة، مادة العلوم حيث والأرض ولا مادة الفيزياء، كتضبط لي الدروس اللي غادي تحطو في الامتحان. هذا الإطار المرجعي كذلك كيمكن لي بأنه ينظم ويحدد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون. هذا الإطار المرجعي كينظم وكيحدد الدروس التي سيمتحن فيها المترشح. إذا بالنسبة لموعد إصدار هذا الدليل المرجعي فقد حدد في بداية الأسبوع المقبل يوم 25 ماي 2020، يعني الموعد ديال إصدار هذا الدليل المرجعي أو الإطار المرجعي فوقاش حددوه في الأسبوع المقبل، يعني الأسبوع اللي داخل إن شاء الله نهار 25 ماي 2020. إذا هذا الإطار المرجعي يخرج نهار 25 ماي، نهار 2. إذا مصدر المعلومة هو الأستاذ جيلال اختر، هو موظف بمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمديونة الدار البيضاء، وهو صديق مقرب للسيد الوزير سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية. إذا قال في تدوينة على الفيسبوك بأن الدليل المرجعي لامتحانات البكالوريا سيصدر أو ستصدر بداية الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا في البداية ديال الأسبوع المقبل إن شاء الله غادي يتم الإصدار ديال هذا الدليل المرجعي أو الإطار المرجعي باش غادي ينظم الدروس اللي غادي تحط في الامتحان والدروس اللي ما غاديش تحط في الامتحان، حيت كما كنعرفوا بانه كاين بعض الجهات كانوا فايتين بعض الجهات الاخرى. مثلا بعض الجهات وصلوا للدروس وجهات اخرى باقيين ما وصلوش لذاك الدروس. اذا باش يحيدوا التفاوتات الوزاره غادي تصدر هذا الاطار المرجعي اللي غادي ينظم كما قلت لكم وغادي يحدد الدروس التي ستمتحنون فيها ان شاء الله. اذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. في الأخير أتمنى لكم النجاح والسداد. ما تنسوش تدعموا القناة بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.